لم يختار الزوجة الصالحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، كما ذكر أخونا وسيم، تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولنسبها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين. وأحدهم سمع، كان بجانبه زوجته، فسمع أحدهم يقول: تنكح المرأة لأربع: لنسبها ولجمالها ولمالها. فقال: ولوجه الله. زعما كاين شي وحده ديها لوجه الله وصار ما عندها حتى حاجه منها. قال: او لوجه الله، ديها لوجه الله. فالانسان لما في اختيار الزوجه، كثير من الشباب عنده افكار خاطئه، كيبقى مع الفيديو كليبات حتى كيطيب، ومن بعد يبقى يفتش خصو هيفاء وهبي ونانسي عجرم وروبي وابتسام تسكت، هادشي هادي السلعه كامله تشينا. اذا خصك تزوج فتش على شي حاجه الألمانية، ماك ان جيرمان، السلعه اللي غادي مقالت بنت الدار. اما السلعه تشينا ما صالحاش، هادي غضرب يومين شهرين، هادي غادي ولد داك الحبل ودرطع ومصبل، هادي صافي نقول لك بيتزا وانا كلشي بيا كيحرق. صافي يا احمد، براسكم بان هذا الشيء هذا كيعمل لي صداع ليلي، لانني واحد الفيديو تنشر في الفيسبوك، واحد مقطع حنا تكلمنا كنا 40 دقيقة وذكرت أحاديث كثيرة وآيات، ولكن جا شي واحد وقطع واحد المقطع. أنا نحكي لكم دابا إن شاء الله ما نبخلش عليكم به، فقطع المقطع ونشره في الفيسبوك أننا في العرس. واحد الأخ، أخ جا عندي قال لي: كيفاش أنت ضحكوا في الدارس؟ واش الدارس ولا الضحك هذا؟ قلت له: فاين؟ قال لي: الفيديو. قلت له: هذاك ماشي الدرس. قال لي: شنو؟ قلت له: هذه خطبة الجمعة. ما شفتنيش أنا فوق المنبر والناس جالسين، اش من درس؟ الدرس هذه حنا في العرس كنا، وما نعملوش بحال ديك السيد عيطوا له يقرا في العرس القرآن واستفتح الطلاق مرتان. هذا العرس تهدنا صح، تخليتي إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا، خلى القرآن كامل مشى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يعني في الليل على السيد باقي تما شاف شي شغل. فالإنسان